الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير أيها الإخوة الكرام، كل عام وأنتم بخير في صبيحة هذا اليوم الأغر المبارك، يوم عيد الفطر، وهو يوم من أيام الله جل وعلا، يوم عيد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا عيد وأن تكون لنا أعياد. نعم، للناس أعياد وللناس أفراح، ونحن كذلك لنا أعياد ولنا أفراح. أعيادنا تفتتح بالتكبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، إنه التكبير، والمسلم مع التكبير يشعر أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. فإن كان المال عند الإنسان كبير فالله أكبر، وإن كان الجاه عند الإنسان كبير فالله أكبر، وإن كان المنصب عند الإنسان كبير